السلام عليكم، انا صوفيا، مرحبا بكم معايا في قناتي تجين باي صوفيا. اليوم مع بعض نحضر غرانولا تشبه كتير الغرانولا اللي نشتري من المحلات او احسن منها بكتير، لانها مصنوعه في البيت و يعني نعرف مكوناتها كتير. اول حاجه نبدا بها نطحن العين جمل او القرقاع مع اللوز. عندي 160 غرام من اللوز و100 غرام من العين الجمل، غنمشي نطحنهم، نخليهم يعني ما نطحنهمش كثير. نبدا الغرانولا ديالي، او هنا كاينين تسميات كثيره، كتسمعوا الغرانولا، نسمعوا الموسلي، فانا هنا نعطيكم الفرق بينهم. إذن عندنا 500 غرام من الشوفان زائد لب، ثم سمسم أبيض، ضفنا عليه زبيب، ثم بذور الكتان أو زرعة الكتان، نضيف الماء ونخلط جيدا حتى تندمج العناصر كلها مع بعض، ثم عندي ملعقة من سكر البني. ملعقة من القرفة وكذلك فانيليا. ثم العسل. فالفرق ما بين الغرانولا والموسلي هو ملي كنخلط هاد العناصر ولكن ما يستويش، يعني ما ندخلوش للفرن، وهنا الموسلي تكال ساخن مثلا مع حليب ساخن. اما الغرانولا فهني كذلك ملي كنخلط العناصر كلها ثم ندخلها للفرن حتى تتحمر ويولي عندها تولي كرانشي ويولي عندها لون ذهبي، فهذا هو الفرق بيناتهم. ونقدر ناكلها مع الفرماج بلان ولا مع الزبادي، يعني كاين انواع، كاين يعني كاين طرق كثيره لاستعمالها. من بعد ضفت اللوز وعين جمال اللي طحنت من قبل، شفتوا انني ما طحنتهمش كثير، ثم نخلط جيدا حتى تندمج العناصر. نحرك الخليط بطبيعة الحال جيدا، ثم نوضعه في صينية كتدخل للفرن، ومرة مرة نخرج أو نطلع صينية من الفرن ونحرك حتى يتحمر كل شيء بنفس الطريقة. ثم شفتوا هنا من بعد ما خرج لي من الفرن، شفتوا اللون ديالو كيف داير، رائع وكرانشي. فهنا ممكن نحتفظ به في زجاج من القنينات من الزجاج، يكون بطبيعة الحال ممسوح جيدا، نتأكد بأنه ما فيهش الماء نهائيا، وممكن نحتفظ بها لمدة شهرين أو ثلاث أشهر. الضروري أنه ما يوصلوش ماء. هنا نقدم لكم واحد الطريقه يعني كيفاش كناكلوا هاد الغرانولا. فهنا عندي غريك او فرماج بلون، حطيت معاه الغرانولا. هنا هذه يعني بالنسبه للناس اللي كي يعملوا ريجيم او يعني كيبغيو او يحبوا يفطروا، يعني فطور يكون خفيف، فهذه كتكون يعني فكره جيده. والميزه ديال انني نحضر اي حاجه في البيت هي انني نتحكم في الكميه ديال السكر وكذلك الكميه ديال الدهون، خصوصا بالنسبه للناس اللي يحبوا يحافظوا على الوزن ديالهم. فمن بعد هنا اخذت شوكولا اسود بطبيعه الحال وذوبته، ثم حطيته في فوق ورق الزبده ونحط فوق منه الغرانولا حتى نكون بها ديباغ.
نسرحها بهذا الشكل هذا. نتمنى تخليوا لي تعليقات على خصوصا بالنسبة للهجة، يعني واش ما فيهاش مشكل، واش مفهومة. أنا كنحاول فقط نبسط الكلام ديالي، لأن أنا كنعرف بأن الناس عندهم مشكل مع اللهجة المغربية، فنتمنى أن كل شيء يكون واضح. وهنا بقى عندي واحد شوية ديال الشوكولا، فزينت به الوجه ديال الغرانولا أو الباغ اللي هنستعمل من بعد. كذلك بقى عندي هنا واحد شوية ديال الشوكولا، ف يعني أنا في المطبخ يعني ما بحبش أنني نضيع أي حاجة، فكنحاول أي حاجة نحاول نلقى لها الحل ديالها. فهذاك الشوية ديال الشوكولا اللي بقى عندي حطيت عليه الميسلي، و يعني حاولت نلبس هذاك الغرانولا، باردون ماشي يعني مش المسلي، الغرانولا حاولت نلبسه بهذاك الشوكولا اللي بقى عندي. وهنا غيكون عندي نوع ثاني من الغرانولا اللي هو بالشوكولا. وكذلك الى انتبهتوا جيدا، فانا ما استعملتش سكر كثير، فاستعملت ملعقتين فقط من السكر البني، وكذلك شويه ديال العسل، فيعني ما يكونش عندي حلو كثير. ثم بالنسبه للشوكولا اللي استعملت فهو شوكولا اسود، يعني كتعرفوا جميع بانه ما كيكونش فيه سكر كثير. كذلك الغرانولا اللي كيكون كيتباع في المحلات فكيكونوا فيه اضافات اخرى حتى من الزيوت، فلذلك يعني انا نفضل انني اعمل الحاجة عندي في البيت الا كان ممكن بطبيعه الحال احسن. هنا كان عندي ما انتبهتش بان الريج لايت كان طافي، فشعلت النور ثم نوريتكم مره ثانيه كيفاش ولا الشكل ديال الغرانولا بالشوكولا. هنا من بعد ما خرجت هاد الباغ الكبيره من الفرن، باردون من الثلاجه، فغنحيدها واشيلها من ورق الزبده ونقطعها. نقطعها باي طريقه، يعني مش بالضروره انه تكون يكون شكلها جميل او هذا، المهم ان القيمه ديالها انا كنعرفها جيدا. فانا كنشجع كثير على العمل او على الطبخ في البيت، يكون احسن حتى بالنسبه للاطفال، يعني كتكون الصحه ديالهم جيده. نتمنى الوصفة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، نتمنى كذلك تجربوها، نتمنى تشاركوا معايا كذلك التجارب ديالكم، بعثوا لي الصور ديال التطبيقات ديالكم. وكنشكركم كثير على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة، ونخليكم على خير وإلى اللقاء.